inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Madaxda kala duwan ee gobolka Saxil ayaa kulanay caawa fiidkiisku yimaadeen xafiiska duqa magaalada Barbara, waxay taas u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Shiilayo iyo qoyskiisa iyo waliba shacabiga reer Soomaaliland, iyadoo ay ka tacsideen gelida ku timid marxuum Jaamac Maxamed Maxamuud Aadan oo ay madaxweynaha Soomaaliland walaalyihiin kuna geeriyooday magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت أحسن قدرينا أنا وقفها الله يا مقعة شقالة وينها دكتة يا مقمال كودة مقعيقة يو تدوينها رحيل ببرابة سيدي وشاقي ميركو وحمد رينا تعسي لحبنا تمكنية الصمال لان وأنا كنت أحسن لأنه جاردين لحد انت لهاي ذي كنت نقول لكي شامح محمد محمد الله يعني الله ونحرشتو إذا كان السبر يا إيمان لما أنت ما الله ينقصي إنا لله وإنا إليه راجعون. وحنو كان تحسيه قدر يا فدحويناها جمهوريه سومنلاند أحمد محمد محمود هو ولالكي جامع محمد محمود وكبير يودي وطن كجريسكا مقالة الوردن إلى هاي كانت تفردوزة جامع حقيه المدحوينة إيه هلدي يوقت كي جامع كتغينا لا يستمرية سمرية إيمان كسيه. وحن وقت عسيدين إن مدحونا جمهورية سومالا مدل أحمد محمد محمود يريد كنت من ولالكي جامع محمد محمود وحنان إلهي سبحانه وتعالى ورشين إن الجندي في الدوسة كورابيو لما الإهل إهل كي يقرار دينا وحن وقت عسيدين إن يريد هل كان وحن تعسيوك الدرياء مدحونا جمهورية سومالا مدل أحمد محمد محمود سيلانيو iyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa geeridii ku timi walaalkii Jaamac Maxamed Maxamuud oo Yasiin Jaamac Ali telefishiga caalamiga Universal TV magaalada Barbara.